أقسام الذبح، الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قورع أو حلق قورع صدح قيبوض أي وقيب سنتان. الأول ذبح لله، هدي أضاحي عقيقة صدقات. قيب تكوبات وإلهي درتي سوحلو قورع سيدا أضحي ذا سيدا وقلشة سيدا وحيابها لبحنا يولا صدقي سنة لم يتكلم. الثاني من الذبح شرك أكبر وهو الذبح لغير الله محبة وتعظيما. قيب تلبات وقورع شركي قاه وحانا وي إلهي غير كيس لو قورعه شعيل لتشعلي هاي غير كاس قف كاس لتشعلي هاي أما أحد كاس لو قورعه هاي يوينين لوينين هدرتين. يذبح للجن شنو قاعد يقول قورعه مثلا يذبح لأصحاب القبور ويحقوا قورعه قبورها. هذا هو الشرك الأكبر تاسنا وشرك قوي وي. نعم. القسم الثالث من الذبح ذبح جائز، تذبح حتى تأكل، تذبح لأنك جزار تبيع اللحوم. قيب تصدحات وقورع بنان سيدا إناد عنتد وقورعتد سيدا إناد قدد وكالاتود كأيبي سيدا وقورعتد وكالتاسم وبنانت. ذبح لله وذبح لغير الله محبة وتعظيم الشرك أكبر، وذبح جائز والله أعلم. قورع صدحات أيها النقضي قورع إلهي ترسل له قورع إيا قورع إلهي غير كسل له قورع إذا لوينين هاي وتعلي هاي إيا قورع بنان أيوه نغسد حاس قيبض أيوه قيب سماء والله أعلم.